تارك حرب شباب، معكم شركية شركة كيف جالكم فيديو جديد. طيب شباب، حاليا جايب لكم ردة فعلي على كاتسين حلغز ماب تاك دير انتوتن، واللي هو خلاص ختام او نهاية قصة الزومبيز الى الابد. طبعا امس كنت عامل بث مباشر وفصل علينا بنهاية البث، باخر خطوة بالضبط فصل علينا، فشفته على اليوتيوب وما حملت امس على اليوتيوب لاني كنت قاعد اترجمه. فحاليا راح تشوفوا الاعلان كامل، اعلان طويل كامل مترجم للعربي ان شاء الله. وقبل ابدا الفيديو بس حاب انوه انه ان شاء الله اليوم بالليل او بكره الصبح راح احمل حلغز ماب تاك دير انتوتن، راح احاول استعجل فيه قدر المستطاع. فاي يلا خليكم مع الفيديو. انا مركز وين عم يمشي. هلا ثابت. الزومبي مشوم بشوي اندد معون شغال. اوكي شغال طابق. مو انا شغال باقي، انا عندي ترى يعني احتياط. شباب انا مت. يا شباب والله مره بعيد عندي انا. خلاص هسه انا بدور. ها وات وش يا عيال؟ شار لا اوكي. انا بشوف الكاتسين على اليوتيوب شباب، بحط الكاتسين. والله معليش. لا والله معليش. Comrades, as we toast our victory, I want each of you to think about what you really want. Where would you like to go now? Believe me, you can have it. نيكولاي بيعرف زومبي ريكتوفن. Must come to an end. The paradox must be resolved. At least it will be quick. For what we wanted, we got more than we deserved. All the chapters of our lives, good and bad. Even if there was no witness, even if no one cared to see, it still happened somewhere. We fought the great war over and over, but victory could never be ours. We were always doomed to fail.
Monty told us the truth. Our journey is the very reason this madness exists. We are the ones who fractured the universe. This is the truth the Chronorium showed me. لا coffin could no longer face. لا يا لازم يضحوا بحالهم قاعد يوضح نيكولاي. When we are gone, so too is everything that spewed forth. لا 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 بيموتوا كلهم. Element 115, the apothecaries, even Monty himself, all of it will be banished to where it belongs. The dark ether. نيكولاي الكبير ميتين كلهم ماتوا. But for all the pain and torment we have endured together as we leave this life behind, it is my hope that you know one thing beyond any doubt. Look away, Eddie. La 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 la. La. ماتوا كلهم آخر شيء. My brothers in arms. You were my friends. I would like to return to my home, my beloved, before the bombs fell. If only to die by her side. I see myself at peace, serene, sitting beneath a cherry blossom tree, listening to the joy of my children at play. كلهم ماتوا. ما ظل إلا سامانثا وكتوفن الصغير. I think I'd like to teach medicine. Maybe pathology. ولا عادوا التاريخ. نيكولا قاعد يقول انه بده يروح لعند زوجته وركتوف انه بيصير مدرس. ودمس نعاد التاريخ فيهم بداية جديدة ولا ماتوا؟ نيكولاي الكبير لسه موجود. I would like to know for sure that I brought honor to my ancestors. ماتوا ولا عاشوا؟ I should probably try to relax. Take up a hobby. Maybe I could open my own morgue. Let me think about it. Wherever I go, you know I'll be kicking ass. شو اللي صار آخر شيء؟ هي يا شباب هي هي نهاية القصة خلاص. هي نهاية قصة استمرت 11 سنة من 2008 تقريبا. هي نهاية قصة بديت ألعبها وعشقها من 2010 من بلاك أوبس 1 من كينو دير توتن وحاليا انتهت بتاج دير أنتوتن. هي نهاية قصة بديت أسوي عنها فيديوهات على اليوتيوب من 2012. صار لي تقريبا 6-7 سنين قاعد أسوي فيديوهات عن بلاك أوبس زومبي وهون وصلنا للنهاية. كلكم انتو وانا من عشاق هالقصة ولا ما كنتوا جيتوا واشتركتوا في قناتي. وصلنا 300,000 مشترك بالقناة من ناس يعشقوا الزومبي واشتركتوا عندي لأشرح قصص الزومبي وكانت
كانت رحلة جدا جميلة صراحة، والحين شفنا النهاية وصراحة شيء محزن، شيء محزن الصراحة. طبعا بالفيديو شفتوني محتار هل لسه ميتين ولا عايشين، بس لما شفت الفيديو مرة تانية وترجمته استوعبت شو الشيء اللي صار. نيكولاي اول شيء سألهم شو الاشياء اللي ودكم تسووها بالحياة، قال يحكي لهم ان احنا الحين صلحنا كل شيء، شو الاشياء اللي ودكم تكونوا فيها بالحياة. قال يكذب عليهم طبعا، ما راح يحكي لهم انه لازم يموتوا كلهم اخر شيء. فعم يورجونا كل واحد من الشخصيات شو قاعد يتمنى. مثلا ريكتوفن الصغير وده يكون طبيب، يوده يدرس علم التمريض. ريكتوفن الكبير قال ودي ان خلاص ريلاكس ما ابي اسبب مشاكل. تاكيو الصغير وده ان يجلس تحت شجرة الكرز اليابانية المشهورة حوالين اطفاله عم يلعبوا، شيء محزن الصراحة. تاكيو الكبير انه وده يجيب الشرف لاجداده والامبراطور. تاكيو الكبير لسه ما يعرف خيانة الامبراطور وهالكلام كله. بعدين عندنا نيكولاي الكبير بده بار وفودكا ومن هالكلام، ونيكولاي الصغير وده يروح عند حبيبته قبل لا تموت. ودمسي شفتوها، اظن شفتوها كلها، فهي مو معناها انه لسه عايشين، لا، هاي عم يورجونا اشياء اللي حكوها قبل ما يسممهم نيكولاي. نيكولاي الصغير سمم الشخصيات كلهم، حط لهم سم بالمشروب اللي عم يشربوه وماتوا كلهم، واظن سوى هالشيء لانه لو حكى لهم انه لازم كلنا نموت ما راح يرضوا، راح تضل عوالم مكسر وكل شيء، فاضطر انه يسممهم. واخر شيء عطى المسدس لسامانثا عشان تذبحه. حاليا ما ضل موجود غير سامانثا وادي الصغير بعالم جديد، تسكروا كل ابعاد التانية، تسكروا كل عوالم التانية، ابوثكن جيت كيبر كل شيء اختفى للدارك ايثر خلاص. هلا ما في الا عالم جديد، ما فيه لا مونتي ولا شادومان ولا شيء. فنيكولاي قتل حاله وقتل باقي الشخصيات لانه حسب ما مكتوب بالكتاب انه سبب وجودهم هو السبب وجود هاللخبطة كلها، فانه اذا هم اختفوا من الوجود او ماتوا العوالم كلها راح تتصلح. بس وريكتوفن كان يقرأ هالكلام لما كنا نمشي على دائرة ريكتوفن، بس ريكتوفن ما كان يتقبل هالكلام، ما كان يتقبل انه لازم هو يموت او ينمحي من الوجود. بس نيكولاي لما قرأ تقبل هالشيء وسوى على الخطة انه كلهم يموتوا عشان خلاص. يعني ريكتوفن صحيح انه كويس بس ما عنده شعور انه يضحي بحاله عشان الكل. نيكولاي عنده هالشعور وسوى هالشيء عشان العوالم كلها تتصلح. يعني فان شاء الله راح احمل فيديو طويل شرح قصة الزومبي الاخير، هشرح لكم بالتفصيل كل شيء صار قريبا. فاي اتمنى من نهاية الفيديو لا تنسوا تدعموا الفيديو بزر اللايك، وشاركونا بالتعليقات ارائكم. وبس كان معكم شركيال شركي كيش كم ديهات تاني ان شاء الله. مع السلامة.